الادوات اللي موجود هذا بشمل كل اسم، كل اداه من ادوات جوجل، تمام؟ هاي الاسم، اذا ما كانش الاسم موجود يعني انه في بريد الكتروني، حيقول لك ايش كلمه تسجيل الدخول، تسجيل ايش الدخول. وهنا في عندي تنبيهات اشعارات بتجيني، وهنا في عندي ايش الادوات كافه اللي ايش بدي اتعامل معها في جوجل. شفنا اداه الكلاس روم وفتنا عليها المره الماضيه، المره ايش الماضيه، تمام؟ كان في بعض الواجبات مطلوبه منا، مش عارف نفذتوها ولا لا، تمام؟ بعض البوستات نازله لنا ولا تعملتوا معها ولا شفتوها ولا حدا دور على الفصل الدراسي، صح؟ طب ليش ما حليت الواجب؟ ليش ما حليت الواجب؟ ما عرفتيش ايش؟ دكتور انا قلت انت مطلوب منا بس الفيديو اللي انت كنت عامله عارضه، هو اللي نعمل هذا النظام ولا بس؟ في كمان اي فيديو؟ الفيديو، الفيديو المحاضرة تبعتك، الفيديو المحاضرة تبعتك، وتحت منها مطلوب اللي هو ايش مثلا؟ هاي ارسال بريد الكتروني، ارسال بريد نصي بترسلوه اللي هو تسجيل الحضور، لكن ارفقتي ملف، ارفقتي ملف، تمام؟ ارفقتي ملف ولا حدا ايش؟ عمل الواجب هذا، الا حالات نادرة، الا حالات ايش؟ نادرة. طب اخر موعد للتسليم كان ايش؟ الخميس اللي فات. اخر موعد للتسليم كان الخميس اللي فات. يعني انت فقدتي درجته، تمام؟ كويس. انا بحكي مثال، انا بحكي ايش مثال. كل ما احكي حكيت المحاضره اللي فاتت والمحاضره هذه هو تدريب على تسليم الواجبات. بعد ما تخلص المحاضره كل الواجبات حتى المطلوبه الان قبل ما نخلص حتعمل انها ايش تم تسليمها. لكن اليوم بالليل حنزل المحاضره تبعت اليوم وحطلب منك واجبات اللي بتنفذش تتلقى، ماشي أمنية؟ عفا لينا، تمام؟ هي المشرفة الأمنية؟ مونية. هاي عملنا ايش؟ مشكلة. مش إلك، إلي طبعاً أنا. كويس؟ الآن أول كان مطلوب مني إني ايش؟ أول مطلوب مني ايش هو؟ اني اعمل بريد الكترون، سجلت الدخول وخلصت زمان هذه، تمام؟ اللي بضيع الباسورد منها مشكلتها الان، لان انا شرحت المحاضره اللي فاتت كيف اتحقق من اللي هو كلمه المرور اذا نسيتها، ماشي؟ تمام؟ الان انشاء بريد الكترون، لمين بدك تبعتي؟ اي الي. انا احسب مين شغال؟ حساب ولا مش حسابي، حساب ستودنت شغال، حسابي ببينش معايا، ماشي؟ طيب الواجب الاول، ملف مرفق، كويس؟ وباجي ايش؟ طبعا هنا هاي مجلدي وعليه ايش؟ كل ملفاتي، عليه كل ايش؟ ملفات، تمام؟ وباجي بقول له مثلا جديد، وهي ملف ايش؟ الوورد بياناتي، ماشي ولا؟ برجع محل ما كنت، مكتب مرسل لحضرتكم الواجب الأول. طب كيف أجيب الملف؟ كيف أجيب الملف؟ هاي فيش في عندي هنا؟ وين بروح؟ على سطح المكتب. ها اذا ما كان سطح المكتب، هاي كل شيء على جهاز الكمبيوتر، هاي سطح المكتب، وهاي رنيم، وهاي رنيم حوسبه مثلا، وهاي ايش بيانات. هاي يحمل الملف، حمل حمل حمل، اكتمل، هاي اجى اسمه. الان ايش بقول له؟ ارسل، تمام؟ هيك بكون انا ايش ارسلت بريد بمرفق، ارسلت بريد ايش مرفق. اريد احسب دكتور اسماعيل هيات الواجب الاول مرفق، الواجب الاول مرفق، وايش صار عندي؟ ولا اكيد في رساله اطمئنان للواجب الاول مرفق. نعم شبيه في وورد صح، كثير معي، بصير معي سكر بنكرياس انا ان شاء الله.
طلب مني ارسل صوره الان مرفقه، تيجي نفس الاليه يا بنات، بس ايش الصوره وين موجوده على الجهاز، الصوره وين موجوده ايش على الجهاز، صوره صوره وهاي الفا، وباجي ايش انا بقول ايش اليه جديده، بيعرض علي اليه جديده بقول له ايش فيما بعد، انا هاي مجلدي وهاي الصوره تمام، بقول لي حجم الصوره اقل من صفر فيش فيها حاجه، نفتحها ايش تمام، عملت فيها حاجة أنا هياتني وجيت إيش صورة وهي إرفاق وهي الصورة حملها سبحان الله تمام، لأنه في الأول كانت فاضية، عارف كشف أنها إيش فاضية، هاي الصورة وهي إرسال، هيك بكون أنا إيش هاي جيت على إيميل الدكتور هلا حظ ولا كمان مرة إيش موجودة، هاي صورة صورة مش هي وهذا تمام، ارجع عند ولاء حلاقة ايضا ايش على الصورة، رسالة اطمئنان على الصورة، يا ستي في حدا ايش شوية حتيجي ان شاء الله، الان طلب الدكتور اني اسلم الواجب على الكلاس روم، على الكلاس روم تبعتي انا وين هيني في الفصل، الان الواجبات تبعتي هاي كل المشاركات في الفصل ساحة المشاركات كويس هيات تمام، هانا طالب مني ايش اني ارفق الصورة ماشي، مش ضروري العنوان هذا، هو عنوان تاني طلب مني اني انشئ ملف وارفقه على الفصل الدراسي، احط الفصل الدراسي ايش اسوي، اقول له فتح تمام، واجي هنا ايش اضافه من وين، من ليش من ملف، لان الصوره وين على جهاز الكمبيوتر يا ابله، على جهاز الكمبيوتر تمام، هاي ملف واجي بقول له تحديد وهاي بيانات اضافه مزيد، واجي اقول له مثلا ايش الصوره تبعتي، اقول له ايش تحميل، هيحمل لي اياهم، بكون انا هيك حملت واجباتي وين على الكلاس تحتيها، وبقول له ايش هيك بكون انا سلمت الشغل، وبشوف الدكتور اسماعيل وهاي الدليل، اجي انا افوت على الكلاس تمام، احنا كنا في ايش اللي هو هذا مظبوط، بدنا نشوف اسم ولاء موجود ولا لا، وينك يا ولاء، ولاء ولاء هذول بنات الفصل الدفعة اللي فات، يا ولاء وينك يا ولاء، مشان احنا استغلنا احنا هذا صح مظبوط تمام، نشوف ولاء موجودة ولا لا، هاي ولاء اسمي صح تمام، هيك مقدمة الواجب، هي باجي بضغط على اسم ولاء زي هيكت هياتن وصححن وبكتب الدرجة تبعتهن وبقول لها ايش الله يسهل عليك، هذا بالنسبة لي، لكن بالنسبة لك اللي عملته ايش ولاء هانة مرة تانية، شايفين بكون في علامة صح، بكون في علامة صح هانة هذه كلمة تم، يعني انا مخلصه تمام، اما طالما هو حاطط لي عليه مفقود خلص التاريخ تبع التسليم راحت عليك تمام، راحت عليك هذا كله تجريب يا لينا، خلصت انا مش هحسب لكم عن اللي قبل اليوم اي حاجه، اللي قدمت ولا ما قدمتش، تدربت ما تدربتش، خلص من اليوم يا لينا هيبدا التاريخ ماشي، ان شاء الله بعد ساعه يعني
طب احكي، بدك تقولي اللي بعت لنا اياه محسوب ولا مش محسوب؟ صح؟ ابعت عادي، اللي قبل المحاضرة هذه ملغي. كويس؟ من اليوم ايش حتنزل محاضرة مطلوب منك شغل بتنفذيه في التاريخ. ماشي؟ تمام، تجاوب بعد ساعة، تجاوب بعد ساعتين، تجاوب بعد نهار، تجاوب بعد نهارين، المهم قبل التاريخ. تمام؟ في ضايل ايش؟ كل هذا الحكي في التسجيل. عشان تنبسطوا، ضلكوا تسمعوا في الطوش هذه كلها. هيك. الآن ايش ضايل عندي أنا؟ ضايل عندي حاجة مهمة، نقطة اللي هي موضوع محاضرة اليوم. كويس؟ موضوع محاضرة اليوم في حاجة اسمها عندي درايف. ممكن يسهل الوصول إليها في أي مكان آخر. في أي مكان آخر. أبسط مثال إنه أنا ما معي فلاش أنقل ملفاتي، لكن موجود عندي إنترنت في البيت، والدكتور طلب منا إيش؟ واجبات نحلها وعبد أنقلها للجامعة. كيف؟ الأمر بسيط جدا. أنت بتروحي على درايف. كويس؟ هذا درايف بيعطيكي مساحة تخزينية، لان انا لسه على جيميلي شغال، على جيميلي شغال. كويس؟ تلاحظ الصور اللي موجودة على كلاس روم اجتك هنا يا ولاء، صح؟ تمام. لكن انا بديش تبعت كلاس روم. كويس؟ بدي اعمل مجلد واخزن فيه شغلي تبع طول الفصل. كويس؟ لكن يا دكتور طب كيف بدي افتح عن تبع المكتبه؟ ما تروح تحط ايش، تفتح تقول له بدي اخش على الجيميل وانزله. لا، بتعمل من جوالك مشاركة لبريد صاحب المكتبة، لبريد الدكتور، مش تروح تفتح انت ايش. هيك بضل حسابك في الامان، حدش بيعرفه، حدش بيصله، حدش بيقدر يخترقه، حدش تنسيش الباسورد، حدش بيقدر يلكد لك حسابك. فهمت علي؟ كيف هذه الطريقة؟ كيف هذه الطريقة؟ الامر بسيط، الامر بسيط. افتحوا لنا شاشة درايف.